اليوم دينا انطلقنا في حملة انتخابية لصالح المترشح المواطن الحر عبد المجيد تبون، ورانا ملتقين مع المواطنين، والحمد لله رانا نشعر باللي المواطن الجزائري كعادته راه فاهم ما هي التحديات، وفاهم الأشواط اللي قطعها السيد المترشح الحر اللي هو رئيس الجمهورية. أين كنا وأين أصبحنا؟ أين كنا في 2019 وأين أصبحنا؟ هنا كمكاسب اجتماعية، اقتصادية، دبلوماسية، أمنية لابد المحافظة عليها وتعزيزها.